ثانيا فلما امتلأت نفخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي وأقول يا جاد قتلني فلان وفلان. من ذلك الدم قطر إلى الأرض ثم وضعها ثانيا فلما امتلأت لطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان. فلما امتلأت لطخ برأسه ولحيته وهو يقول هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأقول له يا جد قتلني فلان وفلان. وعندها لم يتمالك لي نفخ بها رأسه ووجهه ولحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول يا جد قتلني فلان وفلان. ما خلوا يشوف خضب به رأسه ووجهه وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان. لطخ بها رأسه ولحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي أقول يا رسول الله قتلني فلان وفلان لعنة الله عليهما. فعند ذلك قتلني فلان وفلان يا حسين. وقال الحسين عليه السلام يا رسول الله قتلني أبو بكر وعمر قتلني أبو بكر وعمر قتلني أبو بكر وعمر.